السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أهلا بكم في قناتكم مركز الفاروق لصيانة الشاشات. معانا النهاردة إن شاء الله فيديو عن شاشة 43 بوصة، هنشوف كده العطل بتاعها يا جماعة. الشاشة دي جات لي من مركز بره، قال لي إن الشاشة نزل عليها سائل، يعني صاحبها مسحها بسائل، رش عليها سائل مية فنزل في الشاشة، فالجزء ده طفى معاها كده زي ما احنا شايفين كده. هي كانت طافية خالص لما جت راحت للفني في المركز، طافيه خالص تمام. لما جه فك الشاشه لقى المسطره اللي هي الجزء ده كده عليه ميه، نازل عليه سائل طبعا تمام، فبوظ الجزء ده خالص، فغير له الفلاته ديت. بص الفلاته اهيت، شايفين المنظر بتاع السائل عامل ازاي عليها؟ طبعا نظفها كلها وركب شريحه ثانيه مكانها ونفس المشكله، لازم يتغير لها مسطره. وفي برضه هنا عندنا خطوط، في تحت هنا خطوط اهو في الجزء ده من تحت كده تمام. الجزء ده الصوره شغاله فيها زي الفل، والجزء ده طبعا رايح خالص. فطبعا تغيير بانل دلوقتي 43 بوصه ما شاء الله، يعني ايه السعر بتاعه عدى تمام. طيب فقال هوديها على مكنه، فلما وديها على المكنه هيتغرها المسطره كامله. للاسف المسطره فيها 3 كوفات، يعني المسطره كل مسطره من دول فيها 3 كوفات، فهتتكلف كتير. فقلت له هاتها لي نحاول فيها باذن الله نشوف ايه المشكله بتاعتها، لان السوكت اللي بيركب فيه الفلاته دي هو اللي فيه المشكله كلها. فهنفكها مع بعضينا كده وهنبص عليها كده ونشوف نحاول نعملها من غير ما نغير المسطره كلها ومن غير ما نغيرها ايه على المكنه، عشان تكلفتها ما تبقاش عاليه. هنفكها كده مع بعضينا كده وهنشوفها هنعملها ازاي، خليكم معايا. هنركنها كده المسامير بتاعتها كده. بسم الله. زي ما احنا شايفين كده هو ايه الفلاته ديت هنا، دي اللي ركبها هي مكانها، بس هو فاصلها. طيب هنوصلها كده وهنشوف. هي طبعا هنا باين اهو ان في سائل نازل عليها اهوت، والشاشه جديده على فكره، الشاشه شكلها لسه جديده، يعني شكل الشاشة جديدة ما استعملتش كتير، يعني صاحبها شكله لسه جايبها أصلا فترة قريبة يعني. بسم الله. بصوا يا جماعة الجزء دوت، بصوا أنا وصلت الفلاتة عملت إيه؟ هو طبعا إيه فصل الفلاتة عشان ما يحصلش مشكلة في البانل نفسه. فالجزء ده عندي هنا كده بايظ خالص، هنا الجزء ده شغال كويس، هنا ده بايظ خالص. طيب هوصل كده الميكروسكوب كده عليها كده، هبص عليها كده وهنشوف، هنقرب كده الميكروسكوب وهنشوف المشكلة فين بالظبط. هو طبعا باين قدامي هنا المسطرة اهي، المسطرة فيها 3 كوفات كبار، فاحنا عايزين نحاول ان احنا نشوف صرفة فيها. خليكم معايا كده اوصل الميكروسكوب كده زي ما احنا شايفين كده. بص الفرد اللي جوه دي، السائل اللي نزل طبعا عمل اكسده فيها، يعني انا عايز احاول بقى اقرب الميكروسكوب اكتر من كده الصوره بتاعته، وهجيب بقى ايه حاجه رفيعه ارفع من الجفت كمان كده واشتغل بيها. خليكم معايا، انا قربت كده منها قوي عشان احاول ان انا اشوفها. ممكن نستعمل بتاعة تنظيف الودان دي يا جماعة اللي هي القطن، هتنفع معانا برضو.
دي عايزة بس إبرة رفيعة خالص، أجيب لها إبرة. شايفين طبعا السائل اللي نازل في قلبيها عامل اكسده عندي هنا وعامل شورت اهوت. فاحنا بنحاول نعمل ده كله، معلش يعني هنتعب اه، بس عشان نقلل التكلفه شويه بتاعه شغلنا. شايفين هي دي برضو الخطوط دي برضو مهمة جدا عندنا، دي الخطوط الأساسية تعتبر اللي انا شغال فيها دلوقتي، دي برضو مهمة جدا. احنا لازم بس ننضفها كويس جدا عشان نشوف لو في حاجة فاصلة هنوصلها. هي طبعا محتاجة، طبعا عايزة ميكروسكوب يكون عالي عشان تبان معاك. ده احنا شايفينه اهو في فصل هنا اهو، اهو الخط ده عندي مفصول هنا اهو. ده ممكن يكون الخط الاساسي عندي، ده ممكن ده هنا يكون خط التغذية بتاعت الفي جي اتش على فكرة. اهو الخط ده باين هنا هو مفصول اهوت. ماشي هننضفه برضو كده عشان نعرف نلحمه. هو هنا ده متصل معايا ارض، ده واخد معايا ارض، ده واصل معايا على الارض. ناخدها كلها من اولها لاخرها يا جماعه، لازم كلها.
انا عايز اشوف الشريطة برضو ديت عشان لو فيها اي حاجة. انا حاسس ان الشريطة برضو طب نركبها كده يا جماعة كده ونجرب كده ونشوف. يمكن ربنا يسهلها كده وتشتغل معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا كده شايف مفيش اي شرطات معايا في الثلاثة. لو ما اشتغلتش بقى يبقى فيه بسم الله. جت اهي الصورة اهي. في امل، في امل ان شاء الله. هي بس الجزء ده لسه فيه ايه، في شغل معانا كمان شوية. طب نوصل اشارة كده. بصوا يا جماعة، طيب بصوا انا بلمس كده، بصوا لما بلمس الصورة بتظبط معايا اهي. شايفين كده الصورة ابتدت تظهر عندي هنا اهيت، تمام. بس لسه برضو في ايه، في حاجة فاصلة او في حاجة عاملة شورت فيها. هننظف كده برضو تاني وهنقرب اوقة منها كده، وهنمشي مع الخطوط كده خط خط كده. خليكم معايا برضو لحد ان شاء الله يعني ما نوصل لحل ليها. لو طبعا ما نفعتش هنغير السوكت نفسه دوت. ان شاء الله مش هنحتاج ان احنا نغير المسطره كلها، لان انا شايف المسطره كلها نظيفه يعني ما فيهاش، يعني ما فيهاش حاجه. المسطره كلها كامله ما فيهاش حاجه، هي الجزء بس دوت اللي هو على الفلاته نفسها. خليكم معايا. بصوا يا جماعة هنا في فردة هنا اهي، شايفين الفردة دي مش واصلة معايا اهي، باينة هنا اهي مش واصلة معايا، اللحام بتاعها مش مظبوط اهي. يعني هنشوف كده، نحاول نلحمها دي كده، ننضف لها كده الأول. هي شكلها الفردة دي مش واصلة معايا، هنوصلها كده وهنشوف كده ان شاء الله تشتغل معانا. ايه اللي عامل لنا المشكلة دي؟ خليكم معايا. لحد الجزء ده كده تسدير سايل. الأدير ده ممتاز جدا يا جماعة دوت. هنديها الجزء اللي هو اللي مش واصل معايا دوت،
زي ما احنا شايفين كده اهو. طبعا انا مش هحاول احط ايه، اقرب عندكم كده من الصوره قوي عشان تبان معاكم. واخدهم كلهم كده جنب بعض كده، ايه نأكد عليهم برضو اللحام. انا بحاول اعمل بالفلاكس بس يا جماعه، عشان لو حطيت لحام هيمسك معايا مش هيطلع، هيلزق كله ببعضه وهيعمل معايا شورت. لان انت لو شفت الخطوط عامله ازاي، الخطوط عامله زي الشعر، هي طبعا باينه قدامنا هنا ان هي كبيره، بس الخطوط عامله زي الشعر بالظبط. بص عليها من جوه كده بس نشوف فيه فلاكس داخل جوه ولا لا، عشان ما يعملش معانا ايه. احنا لازم برضو ايه نديها غسله كده بالتونر برضو، عشان الفلاكس ما يخشش جوه يعمل عزل معانا. تعال نشوف كده اللي هي كانت مفكوكة كده، نشوفها لحمت معانا ولا لأ. اه لحمت كده معانا كده اهي. انا بعمل بالابره كده برضه عشان لو في شورت ولا حاجه حصل يفك. اه لانها عامله كانها زي الشعر بالظبط يا جماعه، يعني رفيع المكان ضيق جدا. انا Thank you.
تعالى كده نوصل كده الشريطه كده ونبص ونشوف كده. يا مسهل بسم الله. بسم الله ما شاء الله. يلا يا شيخة بقى اظبطي معانا بقى. اهي 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 ظبطت كده. عايزه بس ايه غسيل، بس اغسل مكان لان لما ضغطت عليها بايدي ظبطت على الفلاته، يعني عايزه بس تتغسل مكان الفلاته يتغسل اهو. اهي بصوا يا جماعه، اهي بص لما بدوس عليها كده بتظبط معايا اهي. اهي ظهرت معايا هيك، كانت رايحه دلوقتي. بص كده زرقاء كلها اهي، بصوا طيب نديها تنظيفه كمان. انا شاكك اصلا في الفلاته نفسها دي تكون مش كويسه، خليكم معايا كده نديها تنظيفه كمان كده بالتنر.
طب انا هاخد لها لحم كده ايه كامل على الفلاتة بحالها، هاخد لها في لحم كامل كده. هبص بالعدسة عشان انا بملك بالعدسة اكتر من الميكروسكوب. المسطرة كلها باينه معايا ان هي نظيفه، مش كل ما فيهاش ميه يعني، هي بس السوكت نفسه هو اللي فيه المشكله. الصورة جاية معايا بس الجزء اللي فيه نيجاتيف، الجزء ده فيه زي نيجاتيف كده، أصل كله كده واصل معايا يعني، كله كده واصل معايا. يكون الفلاتة نفسها دي فيها مشكلة؟ طب أنا عايز أفك الفلاتة دي نفسها ونغير الفلاتة، أجيب فلاتة تانية كده. أنا شايف كده السوكت كله كده، إحنا موصلين كل حاجة تمام، الفلاتة دي شكلها كده تعبانة خالص. هدور كده عندي على فلاته زيها كده، يا رب الاقي بس زيها كده ان شاء الله. خليكم معايا نشوف فلاته زي دي كده. طب انا جبت سوكت اهو يا جماعه كده، ايه زي السوكت دوت، زي الفلاته ديت قصدي، هنركبها كده ونشوف كده ايه هتظبط معانا ولا مفيش حل بقى غير ان احنا نرفع السوكت ده خالص، نشوف سوكت بقى تاني بقى كده مكانه ونركبه. نجرب كده، بسم الله. لو ما نفعتش معانا يبقى هرفع بقى السوكت ده كده وهننضف مكانه كويس، وهنشوف سوكت بقى نفس المقاس بتاعه دوت نركبه مكانه. نفس المشكلة هي ده، ظهر معايا خط كمان هنا اهو، الخط ده مكوف ده. الخط ده مكوف ولا من بتاع مش باين معايا.
لا ما هو الخط ده شكله كده برضه من ايه، من الفلاتة هنا معايا. طيب هنفك كده، هنحاول كده نرفع الايه، نرفع السوكت ده كده ونشوف سوكت تاني مكانه نركبه. مفيش حاجة تاني قدامنا بقى غير ان احنا نرفع السوكت ده خالص ونشوف سوكت زيه نركبه مكانه. طب هنديله كده الاكس كده كله عشان نرفعه. هوريكم برضو احنا بنرفعه ازاي برضو بالهوت اير. طب هنجيب كده الهوت اير يا جماعه. بصوا هنيجي كده عشان ما نسيحش السوكت، هنيجي على المسطره من فوق. هنعمل كده شايفين معايا في الكاميرا اهيت، هنيجي على المسطره من فوق هنا كده ونسخن على السوكت من فوق. لحد ما ينزل معانا. الزير بيبقى راكب بتاع الاصل طبعا بيبقى قوي جدا. ولازم تصبر عليه بس. يعني كده اتشال اهو خلاص اهو هيطلع اهو. انا عايز اجيبه لكم برضه في الكاميرا عشان يبان معاكم اهو كده. نزل اهو يا جماعه اهو زي ما احنا شايفين كده. بص مكانه عامل ازاي، مكانه طبعا. واكيد في فرد من تحت برضه مش واصله معايا يعني. شايفين عامل ازاي في الصورة قدامكم؟ هروح الصورة كده برضه عشان تبان معاكم.
شايفين هنا في الصورة مطرح ما شلناه عامل ازاي بقى من تحت؟ اهو باين اهو من تحت اهو برضو ايه؟ واخد برضو وصلات من ورا على فكرة. فأكيد ده كله طبعا كل ده طبعا هيتنضف كده زي ما انا بعمل كده شايفين. يعني انا حاولت الاول ايه ان انا اشوف هينفع اعمله من غير ما ارفع السوكت ولا لا، لو ما ينفعش هنروح ايه رافعين السوكت زي كده. تمام، اجيب بس منديل احطه من تحت من هنا عشان ما ننزلش ايه التنر على البانل من تحت. عايزين بس النظافه دي كويس جدا، لان شايفين يا جماعه مكان اللحام اصلا مأكسد اهو، شايفين مكان اللحام هنا مأكسد معايا ازاي. شايفين الاكسده دي كلها بقى نشيلها، لازم نشيل الاكسده دي كلها من عليها. انت بالظبط كانك عامل زي ما تكون بتلحم كوف، كانك بتلحم كوف بالظبط. شايفين الاكسده دي كلها بص عامله ازاي. ده طبعا مكان السائل اللي كان موجود نازل تحت مبهدل الدنيا خالص.
كل ده هيتنضف كده زي ما احنا شايفين كده، عشان لو في حاجه فاصله نقدر نوصلها برده، لو في اي حاجه فاصله فيه نقدر ان احنا نوصلها. خليكم معايا. السلام عليكم. شايفين اللي فيه السواد ده يا جماعه؟ لازم يبان معانا اللحام اهو، عشان لما نيجي نلحمه التاني يمسك فيه اهو. شايفين النقطه دي عامله ازاي؟ لازم يبان النحاس معايا، يا اما اللحام يا اما القصدير نفسه يبان. انما كده لو جيت ركبت عليها اي حاجه مش هيلحم فيها. بص هتبقى شايفين الاجساد اللي بتطلع اهي. فلازم تمسك النقاط كلها تنضفها كده. اي حاجه هتلاقيها اكسده تنضفها اهي، تشيل الاكسده اللي عليها دي. هو الجزء التاني ده كويس، هو الجزء اللي فيه المشكلة كله اللي هو ده. شايفين الجزء التاني عندي ده كله كويس اهو. أي واحدة هتلاقي فيها أكسدة سواد أهو زي كده أهي. نظف.
كل ما تتاكد طبعا ان هي تمام التقشير بتاعها او الاجسام اللي عليها ده واحد تمام، كل ما تيجي اما تيجي تلحمها هتلحم معاك على طول، لما تيجي تركب السوكت التاني هيركب معاك على طول مش هيقرفك. اهو زي ما احنا شايفين اهي كده بقت زي الفل. احنا هنستعمل طبعا يا جماعه هنستعمل قزير سايل السوكت ده كده، هنستعمل قزير سايل لان زي ما احنا شايفين كده ايه، هنحط كلام الفلاكس بتاعنا ننضف، بس ننضف سن الكاوية كويس برضو. بص انا هنا بدي على النقاط اهو كده الفلاكس كده ايه، بص انا بقى ايه عشان الفرد اللي هي كانت مأكسدة قوي ديت تظبط معايا اهي. كده بص انا بجرب بشوف كده اللحام هيمسك فيه ولا لا، اهو هيمسك في كل الرجول ولا لا، اهو طيب هنروح بقى كده ايه نشوف سوكت، نجيب سوكت بقى زي السوكت ده كده بنفس المقاس بتاعه كده عشان نركبه مكانه. هو السوكت باين عليه اصلا، بص عليه كده تحت الميكروسكوب برضو نشوفه كده، هو باين عليه متدمر خالص طبعا. والافضل طبعا نجيب واحد تاني يعني بدل ما نركبه نفسه، لان عشان نقعد ننضف فيه ده هيقرفنا برضه. نشوف واحد تاني عندنا كده، خليكم معايا. انا جبت مسطره اهي يا جماعه بتاعت شاشه اهو فيها سوكت زيه، هو السوكت زي ده سوكت عريض ده بتاعت الشاشه اللي هي ال 55 السامسونج. هنفكه كده ان شاء الله كده ونركبه مكان التاني. هنيجي من ورا كده يا جماعه، هنيجي من ورا كده زي ما عملنا في التاني كده، هنجيبه لكم قدامكم عشان يبان معاكم برضه في الكاميرا. هتسخن عليه من الظهر من هنا كده عشان ما يبص، لو سخنت من قدام طبعا البلاستيك اللي فيه هيبص.
انا مش عايز اديله فلاكس عشان ما يخشش جواه من جوه يضايقني بعد كده لما اجي ايه الحمه، اول ما نيجي نشغله يقرفنا ولا حاجه. انا هحاول ان انا انزله كده ان شاء الله كده يطلع معايا من غير ما احط له فلاكس. اهو طلع اهو معانا. حاضر. حطه كده تحت الميكروسكوب كده. هو طالع معايا اهو سليم زي الفل اهو 100 100. لو في اي حاجه هنا طبعا ايه هشيلها كده بالكاويه. هشيل بس الهوت اير كده. دلوقتي هنجيب السوكت اهو يا جماعه تمام، وهنيجي هنا على مكان السوكت القديم هنا، وهنجيب السولدر اللي هو السايل ده اهو زي ما احنا شايفين كده اهو، شايفين السولدر السايل دوت تمام. هناخد منه كده قطعه صغيره اهو. بص عامل ازاي، عامل زي المعجون اهو، شايفين عامل ازاي زي المعجون اهو. ده ممتاز جدا عشان اللي حامل الحاجات اللي هي الصغيره قوي دي اهو. هناخد منه كده حته صغيره خالص وهنبدا نحطه على اهو. هنحطه هنا مكان السوكت الاولاني. ما نكترش طبعا، يعني هي ايه بسيط كده خالص. كده حطينا السولدر اللي هو السايل دوت، هنجيب بقى كده السوكت. بسم الله. نحاول نثبته كده، معلش هو ايه متعب شويه بس هنظبطه يعني. كده احنا بنثبته كده يا جماعه اهوت. ناخده كده بس ايه زي ما احنا شايفين كده السولدر السائل، بص بيسيح ازاي معايا عشان يلحم.
انا ماسكه بس عشان ايه ما يفكش معايا، عشان ما يتحركش، بس لحد ما نلحم بس كام فردة كده منه عشان يثبت معايا. هديله بس شوية سولدر كده بتاع دوت فلاكس كمان عشان يساعد معايا في اللحام. بالراحة خالص كده باخدها انا ايه زي ما انتم شايفين كده خط خط كده. لان ما ينفعش طبعا نسخن عليها عشان شايفين طبعا هي بلاستيك، عشان ما تعملش ايه هتسيح معايا لو سخنت عليها بالهوت اير هتسيح معايا. يعني بناخدها كده بالراحة كده خط خط كده. تمام كده هديها برضو تسخينه برضو بالهوت اير كده من تحت، عشان لو في اي حاجه من تحت برضو ايه سولدر ولا حاجه يلم برضو معايا. خليكم معايا.
هديها برضو تسخينه من فوق كده بالهوت اير. كده ان شاء الله لحمت معانا اهي كويس، هنضفها بس كده. كده تمام اهيت. هرفع بقى الميكروسكوب كده ونركب كده السوكت كده ونجربها كده مع بعضينا كده، ان شاء الله تشتغل معانا. خليكم معايا، هنجيب كده السوكت يا جماعه كده ايه، نركبه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. نجرب كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله ما شاء الله. كده ان شاء الله اشتغل كده يا جماعه. الحمد لله رب العالمين. ما غيرناش المسطره يا جماعه ولا حاجه، يعني مسطره بثلاث كوفات، فعشان نغيرها طبعا هتكلفنا. تمام. وهو المشكلة كلها عندنا كانت في السوكت ده اهو. يعني المشكلة عندنا كان في السوكت نفسه بس اللي نزل عليه المية دوت، والحمد لله رب العالمين فكيناه اهوت وركبنا واحد مكانه من أي بانل مكسور، من أي يعني مسطرة بتاعت بانل مكسور ولا حاجة قديمة عندنا، بنفكها ونركبها. وإن شاء الله بإذن الله تشتغل معانا اهي وزي الفل بإذن الله. والحمد لله رب العالمين، ما وديناش على مكنة، ما غيرناش الكوفات ولا المسطرة ولا حاجة. إن شاء الله الفيديو بتاعنا ده يعجبكم. الحمد لله رب العالمين، يعني أي حاجة يا جماعة فيها حاجه تفيدكم بنحاول ان احنا نقدمها لكم برضو عشان تستفيدوا منها باذن الله رب العالمين، وما تكلفوش نفسكم برضو عشان ايه، يعني مش هتكلف العميل وانت برضو ايه، عشان ربنا يرزقك برضو ايه برزق برضو ان شاء الله باذن الله رب العالمين. وان شاء الله الفيديو يعجبكم. ما تنسوش يا جماعه الاعجاب بالفيديو واشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.